اعتقد ان احنا بدل ما نحكي عن رحمه سويد اعتقد ان احنا احنا نقول لها نقول لها مساء الخير يا رحمة، انتي بنت جدعة ومحاربة واحنا معاكي، وبتأكدي مفيش حاجة اسمها عمل ذكوري، العمل للجميع منورانا يا رحمة، ومبروك اللي حصل لك. الحمد لله، يعني دي حاجة كبيرة جدا، كرم ربنا مش بعيد، والحمد لله ربنا كرمني وفرحني زي ما أنا كان نفسي. طب رحمة، انتي بعد المنحة اللي اتخدتيها من سيادة وزير الشباب هتعملي ايه؟ هتسيبي الدليفري ولا هتفضلي مصممة انك تشتغلي الدليفري؟ لا طبعا مش هسيب الشغلانة اللي برافو كانت عليك. السبب إن أنا أنجح أو إن أنا أطلع زي ما أنا ما كان نفسي، انت بالعكس ده أنا هقوي نفسي إن أنا أتعين في يعني مكان أعلى فيها بالظبط، ان انتي شاء ممكن الله. بالظبط، تقدري تقدمي في دلوقتي في كل المحلات الدليفري الانترناشنال، يعني احنا عندنا فروع كتير لمحلات كتيرة جدا، تقدري تبقي حد كده متميز ومنها تكبري وتكبري لغاية ما تعملي البراند بتاعك لو انتي حابة مجال الدليفري يعني والاكل. بإذن انت الله بتشتغل بقالك قد ايه يا رحمة؟ من وانت عندك كام بقالي سنة؟ سنة، من يعني سنة لا بس؟ أنا في الدليفري بشتغل بقالي سنة، لكن في العمل نفسه، في فكرة بقالي الشغل، 5 6 سنين من 5 6 سنين كنت بتشتغلي ايه؟ اشتغلت في محلات هدوم ياما، لفيت اسكندرية كلها، اشتغلت في مصنع حاجات كده. انت ليكي بتحس اخوات يا رحمة؟ عندي 3، انت الاكبر ولا هم لا اكبر؟ أنا الوسطانية، لا للأخير. طب وماما بقى بتساعدك، ما بتقولكيش لا يا رحمة انت بنت، لا خلي بالك. هي بس كل الكلام هي خايفة على فيها. هم عارفين، هم في البيت عارفين تعاملي وعارفين ان انا يعني الراجل في تعاملي، هم مش خايفين من كده، هم بس خايفين على صحتي. لا صحتك، انت لسه صغيرة، ربنا يديك الصحة. لا ما هم بيتكلموا في نقطة ان انا بمشي على رجليا، ف ده اثر عليا سلبيا، انا طلع لي دوالي في رجليا. الـ الشغف بيدي قوة، يعني الشغف، وطول ما بالظبط، انت حاسة ان حركة انت، الناس اللي انا بشوفها في عينيهم هم دول اللي بيقولوا ان انا اكمل واكمل وبعدين شغل فعلا. انا عايزه اقول لك حاجه يا رحمه، انت ممكن تحوشي وتجيبي موتوسيكل صغير تقدري ان انت تتعلمي عليه حضرتك السواقه. انا لو كنت القدره عندي ان انا احوش، انا كان زماني حوشت طول السنه اللي فاتت تقدري كلها تقدري ان شاء تقدري الله. ما تقدري هو بص فاهم حضرتك حاجه، الكليه انا اللي بصرف، هدومي، اكلي، اي حاجه انا اللي بصرف. على كل حال فاوريدي رحمة انتي نموذج رائع لأي حد، في ناس كتير جدا بتدعم الناس اللي هي عندها شغف وعندها طموح بس ما عندهاش مقدرة مادية، في ناس كتير جدا بتتولاها وبترعاها، وان شاء الله ده يحصل لك، وانا عارفة ان في عندك مقابلة مع محافظ اسكندرية ومصر لسه مليانة. كنت لسه في المحافظة وانا لسه العمل عنده. طيب ان شاء الله ربنا يبعت لك كل الخير، وان شاء الله تكوني قريب معانا في الاستوديو، بإذن الله بنتمنى لك كل توفيق يا رحمة، وبنشكرك جدا.